والله هو يوم الجمعة القادم والسبت دول أنا بعتبرهم يومين بمثابة عيد لينا احنا كأعضاء النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية. فأنا بطلب من السادة الزملاء الأعضاء الأفاضل إن هم يحضروا ويقولوا كلمتهم في هذا اليوم، لأن النادي ده نادينا لازم احنا نخاف عليه. ومع كل الاحترام والتقدير للجنة الأولمبية المصرية وللوزارة الممثلة في شخص السيد الوزير مصر خالد عبد العزيز، لكن بقول النادي الأهلي ده نادي كبير ونادي عريق، ما ينفعش أي جهة أخرى خارجية إنها تعرفنا اللائحة بتاعتنا. أنا بوجه رسالة أعضاء النادي كله يحضر في الجمعية العمومية إن شاء الله، وده في مصلحتنا وفي مصلحة النادي. والله أي جمعية عمومية لأي مؤسسة مهمة جدا جدا، بتدي فرصة للأعضاء إنهم هم يحددوا رأيهم، هم بيشاركوا في الإدارة. وبالتالي حضور الاعضاء مهم جدا 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 اذا كنا عايزين نطور النادي ونستمر في اي شيء ايجابي يعني النادي. ان شاء الله ان شاء الله هيبقى الاقبال كويس باذن الله، انا متاكد يعني من الموضوع ده. يعني هم طبعا فرضوا علينا اللي هو عدد الاعضاء اللي هو ما يقلش تقريبا يعني عن 12000، طبعا اكيد ان شاء الله هيطلع اكثر من 12000 كمان، الناس كلها مجتمعه على ورا ان شاء الله ورا مجلس الاداره وتحديدا المهندس محمود، وهو واخد الموضوع على نفسه جامد يعني، والناس عندها ثقه فيه وثقه في كل اعضاء اداره الاهلي يعني. ان شاء الله الرساله باذن الله يوم 25 و26 الاعضاء عارفه ان هم هيجوا باذن الله، هم اللي عارفين باللائحه بان هيجي فوق ال 12500، لا هيجي فوق ال 12500 حوالي بتاع 30000 كان في مدينه نصر او في الجزيره باذن الله. ده يعني انا شايف ان هو فرض واجب على كل عضو من اعضاء الجمعيه العموميه ان هو يحضر، لان عشان في الاخر اللي يسري علينا او اللي يطبق الحاجه اللي احنا عايزينها، مش يطبق علينا قرارات مش احنا اللي مقررينها. هو ده اللي انا قصدي اقوله. فان شاء الله لا انا هحاول ان انا احضر اكيد، واخويا كمان ان شاء الله هحاول ان هو يحضر. وانا بوجه رساله لكل اعضاء الجمعيه العموميه ان هم ضروري ان هم يحضروا، وان هو كل واحد يدلي برايه، لان في الاخر احنا عاوزين اللي يطبق علينا زي ما قلنا قرارنا احنا مش قرار حد تاني. هو دي المسج بس. بقى ناشد الجمعيه العموميه انها تقف جنب النادي اللي هو الكيان الكبير اللي احنا كلنا بننتمي له في هذه المرحله العصيبه، ان احنا عايزين ناخذ باللائحه اللي احنا عملناها اللي النادي عملها اللي هي تناسب اعضائه وتناسب الـ 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 الوقت اللي احنا فيه. هو ده الوقت اللي انت تبين فيه حبك للكيان. طبعا دي اهم حاجه ان الجمعيه العموميه بتاع النادي الاهلي تحضر علشان تقول رايها في اللائحه الاسترشاديه. ايه اللائحه الاسترشاديه؟ ما هيش ملزمة، كلمة استرشادية يعني ما هيش ملزمة. فإيه اللي يخليهم يخليها تبقى ملزمة؟ ها؟ يعني فرق في الكلمة استرشادية ولا ملزمة؟ هم عايزينها تبقى ملزمة، طب بيقولوا عليها استرشادية ليه؟ وبعدين إيه يضير اللجنة الأولمبية؟ إيه يضيرها إن تعمل جمعية في يوم ولا اتنين؟ ولا في مدينة ولا في مدينة نصر ولا هنا؟ إيه اللي يضيرها يعني؟ أنا أولاً أرجو من جميع الأعضاء حضور الجمعية العمومية. ينزلوا يحضروا لان ده النادي بتاعنا، ويؤيدوا اللائحه اللي اعدها مجلس اداره تحت النادي، وماليش علاقه باللائحه الاسترشاديه. واعتقد ان الجمعيه العموميه لا تقبل اي جهه تفرض رايها على الجمعيه العموميه. اولا النادي الاهلي نادي كبير، والنادي الاهلي بيقود ولا يقاد، ودي ميزه الاعضاء بتاعت النادي الاهلي انهم فاهمين هذه النقطه كويسه جدا. فطبعا من لازم ولابد ان جميع الاعضاء يحضروا ليقروا اللائحه اللي هي هتحكمهم، ومهما كان فيها اخطاء هذه اللائحه احنا ممكن نتجاوز عنها وبعد كده نصلحها، لكن ما نبقاش احنا نقاد من الخارج. النادي الاهلي ده قياده وطول عمره هو القائد في مصر وفي الشرق الاوسط كله.
طبعا دي حاجة مهمة جدا، واحنا كلنا هنكون موجودين عشان نأيد اللائحة اللي احنا حاطينها. انا قريت اللائحة، لائحة كويسة جدا ومحطوطة يعني محطوطة كويس قوي. القانونيين اللي في النادي مترتبة البنود واحد واحد يعني من الأول للآخر، لائحة كويسة جدا. أنا بأيد المهندس محمود طاهر وكلنا معاه في النقطة دي، لأن مش النادي الأهلي اللي يتفرض عليه قوانين أو أي حاجة تانية تمشيه. النادي الأهلي طول عمره هو نادي المبادئ، من أول ما تأسس لحد النهاردة النادي الأهلي هو النادي الأهلي، هو دايما اللي بيبتدي. وناس كتير قوي، انديه كتير لما هتلاقي الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي اكتملت وايدت اللائحه الخاصه بالنادي، كلهم ان شاء الله هيمشوا ورانا ويعملوا جمعيات ويحطوا اللائحه بتاعتهم، هيتشجعوا بالنادي الاهلي. انا بتمنى انهم يحضروا يوم 25 و26 اغسطس باذن الله عشان نقرر اللائحه بتاعتنا، لان دي مهمه جدا لاعضاء النادي الاهلي. احنا متمسكين باللائحه بتاعه النادي، لان احنا يعني حاسين بالتطور اللي بيهم الاعضاء في النادي، وان احنا نبقى يعني قلبنا على ان النادي يتطور ويبقى يعني بعيد عن اي حد ممكن يتحكم فيه. ان لائحه النادي دي بالاعضاء بتهمهم قوي وبتفيدهم في حاجات كتير، وبتخليهم طبعا يتشجعوا ان احنا متمسكين بالنادي بتاعنا، وبان احنا اولادنا بيستفيدوا طبعا واحفادنا. والحقيقه المهندس محمود طاهر يعني بيبذل اقصى جهده في انه يطور النادي ويخليه لنا على اعلى مستوى، فاحنا متمسكين باللائحه النادي. المفروض ان فعلا احنا يعني يكون لينا لائحه خاصه بحيث ان هو قوانيننا احنا ننفذها، لو مش عجبنا ممكن نتناقش، لكن ما يتفرضش علينا من بره لائحه ما تكونش مناسبه لينا يعني. فطبعا انا يعني بناشد كل اعضاء النادي الاهلي على اساس ان شاء الله يحضروا الجمعيه العموميه ويتناقش فيها. الحقيقه هي رساله واحده بس، ان ضروري جدا تواجدنا عشان نقدر نختار ايه اللائحه اللي احنا هنقدر اللي محتاجينها، اللي اولادنا محتاجينه في النادي، بحيث ان احنا ندعم الكلام ده. ايه كل طلباتنا، ايه الحاجه زياده، ايه الحاجه النقص اللي محتاجينها في النادي. فكل ده مش هيحصل غير لو قلنا طلباتنا وجينا وقلنا احنا عايزين ايه، لان احنا الاعضاء ما ينفعش يجي لنا لائحه من بره. احنا اللي محتاجين ايه لازم نبقى عارفين احنا اللي محتاجين ايه، محتاجين نادينا ايه اللي يطرق عليه زياده، ايه الجديد اللي يطرق عليه، ايه اللي اولادنا محتاجين ايه. ما تجيليش من بره، تجيلي من بره ليه؟ لازم الكل يجي عشان يبدي رأيه، وكل واحد يختار كل حاجة. بس دي مهمة جدا طبعا ان كل الأعضاء يجي عشان نسبة حضور تبقى عالية. طبعا النادي لازم يبقى كله لائحة. النادي الأهلي نادي كبير ونادي مشرف في الجمهورية، فلازم بقى له لائحة خاصة بيه طبعا.